السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد قيس. واليوم أنا بمكان اسمه فلتر أرت، واليوم بقولكم الأدوات والمعدات اللي تحتاجونها عشان تبنون فيلم سينمائي مالكم ومالنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد قيس من قناة العنوان. اليوم أنا هني في أهم الأماكن اللي تعطينا معدات نحتاجها عشان ناخذ فيلم سينمائي الجديد اللي أنا إن شاء الله فريقي بنسويه. اسم المكان هذا اسمه فيوتشر أرت، وهذا المكان من أهم الأماكن ومن أحسن الأماكن في الإمارات اللي تعطينا معدات اللي نحتاجها عشان نبني الفيلم مالنا سينمائي. والحين بقولكم أفضل معدات اللي نحنا نحتاجها حق فيلمنا السينمائي. فالحين بتكلم وياكم عن الكاميرات. طبعا الكاميرات يمكن اهم شيء عشان الفيلم السينمائي اللي نحن بنسويه. الكاميرات هي اللي تعطيك الصوره اللي انت تشوفها في الفيلم السينمائي. كل الافلام عندهم كاميرات عشان نشوف الصوره. بالنسبه للكاميرات، الكاميرات وحده من اهم الاشياء اللي تحتاجونها في الفيلم السينمائي مالكم. وهم بقولكم افضل كاميرات بالنسبه لي وبالنسبه لوايد ناس يشتغلون حق موضوع الافلام السينمائيه والكاميرات. فأول كاميرا بقولكم إياها هي واحدة من أحسن الكاميرات اللي تقومون تحصلونها في السوق، وهالكاميرا اسمها السوني A7 III. هالكاميرا تعطيكم واحدة من أفضل الصور اللي تشوفونها في الفيلم السينمائي، بس طبعا هي مو بنفس الريد اللي ممكن أفضل كاميرا سينمائية. هي كاميرا صغيرة نفس كاميرات كانون صغيرة، بس هي واحدة من أفضل الكاميرات تقومون تحصلونها، لأن هي شوت 4K بالنسبة لنا وايد زين حق الفيلم، وشوت وايد اشياء غير وايد زين فيها الصوره الاضاءات بنتكلم وياها بعدين. وهالكاميرا مو بس للفيديو وحتى للصور، تروم تصور صور خرافيه ووايد وايد حلوه. كاميرا سوني A7 III اول وحده وهي اهم وحده اللي نحن نحتاجها في فيلمنا السينمائي. ثاني كاميرا، الكاميرا الثانيه اللي انا بتكلم وياكم عنها هي اسمها كانون 5D Mark IV. هالكاميرا واحدة من أفضل كاميرات حق التصوير، من كثر أنها وايد زينة في مجال التصوير، هي وايد وايد زينة حتى في الفيديو. بس مثل ما تعرفون في 4K في كانون في 5D Mark IV 4K شوية زومد إن، يعني كروب، فما بتحصلون الفول إيمج، بتحصلون الزاوية المحددة في الإيمج. عشان شي لازم تشترون لينز وعدسة شوية كبيرة واسعة عشان الفيلم اللي مالكم يكفي. بس بتكلم عن العدسات بعدين. هالكاميرا معروفة من الصور وصورها وايد حلوة، ومثل ما تعرفون كانون تعطيكم من أفضل الكاميرات في التصوير وحتى في الفيديو. بس لو تبون أفضل كاميرا في الفيديو على هالسعر تاخذون السوني A7 III. بس هالكاميرا وايد زينة حق الثمبنيلز اللي هم الصور حق اليوتيوب، وبعد صور مو الكاميرا بتكون زينة بعدسة زينة. فنتكلم عن عدسة بعدين، الحين خلينا نكمل موضوع الكاميرا. الكاميرا الثانية اللي بقول لكم اياها هي 5D Mark IV، تونا نتكلم عنها، هي وايد زينة وايد زينة في الصور. الكاميرا الثالثة هي ايضا من كانون، وهي كانون EOS R. هالكاميرا الوحيدة اللي بنتكلم عنها اليوم من كانون، واللي هي ميرورلس مو بدي SLR. فالكانون EOS R هي كاميرا شوي جديدة في الميرورلس لاين اب مال كانون. هالكاميرا وايد زينة في الصور وحتى في الفيديو، من كثر انها وايد زينة، ولازم يكون عندكم عدسات زينة عشان تعطون الفيلم المناسب. فهالكاميرا بعد زينة للتصوير وحتى للفيديو، بس الناس يفضلونها للفيديو لان الايسو مالها والميجابيكسل مالها وايد زينة. فحتى في الصور لازم تدربوا على كاميراتكم، لان لو اعطيتوا حد محترف كاميرا رخيصه، اعطيتوا حد مبتدئ كاميرا وايد وايد غاليه. انا اقول ان المحترف بيسوي شغل احسن، لان المحترف بيكون يعني هو عنده قدرات في موضوع الكاميرات. فطبعا بيكون هو لازم تكون بعد في اديتين التعديل على الصوره، وهذا واحد من اهم الاشياء اللي لازم تعرفونها في الاحتراف وفي المبتدئين. اوكي، الحين خلصت منكم في الكاميرات،
وهالكاميرات الثلاثة اللي أنا أفضلهم حق الفيلم السينمائي نحن بنسويه وبنستعملهم إن شاء الله الفيلم السينمائي نحن بنسويه. خلنا نسير حينا للعدسات اللي حق الكاميرا. أوكي، الحين خلصنا من موضوع الكاميرات، الحين خلنا نتكلم عن موضوع العدسات. العدسات يمكن أهم من الكاميرا فوايد من النواحي، واحدة منهم أنه هي اللي تعطيك الصورة اللي أنت تبغيها. لو تبغى من العدسة تعطيك أشياء يعني في بلور في الباكراوند ما يبين وايد، تأخذ عدسة معينة. لو تبغي عدسة تعطيك صورة وايد حلوة بدون يكون في أضرار في الفيديو من الكاميرا، تأخذ عدسة معينة. مهم نتكلم عن العدسات اللي نحن نحتاجها حق فيلمنا، بس طبعا نحن بناخذ عدسات على قد فيلمنا وبناخذ اللي اكبر من الكاميرات مالنا واكبر من فيلمنا. اوكي، نبدا في السوني. كاميرات سوني وايد حلوه، بتكون احسن لو اعطيتوها عدسات حلوه. فاحب اقول لكم العدسات اللي انا افضلها حق سوني. حق السوني انا افضل افضل وحده اللي هي 28 الى 70 2.8 اف ستوب. ف ال 28 لل 70 هاي يمكن احسن وحده حق السوني وحتى حق الكانون، كل الناس يفضلونها ونحن بعد نفضلها وبنستعملها في فيلمنا. ليش هي وايد زينه؟ اول شيء ترمون تسوون زوم من 28 الى 70، في هالناحيه ترمون ان تاخذون مو بس من هالمكان، ترمون تاخذون مكان ابعد ويكون الصوره وايد زينه. فحين يمكن تسائلون شو يعني 2.8 اف ستوب؟ 2.8 اف ستوب اللي هو كم تبغي البلور في الباك جراوند، يعني لو تبغي الباك جراوند مو بوايد واضح تاخذ اقل ابيتشر واقل اف ستوب. ف 2.8 وحده من افضل الاف ستوب عندكم، بس في طبعا 1.4 واقل، بس نحن نفضل ال 2.8 اللي هو 2.8 اف ستوب. يعطيك صورة وايد زينة، يعطيك القد المثالي حق وضوح مال الباك جراوند. العدسة الثانية حق سوني هي السوني 35 mm وهي 1.4 اف ستوب. الحين قلت 1.4 اف ستوب، فيكون هاي وايد مثالية حق الصور. تاخذون صور حق الفيديوهات مالكم، هاي احسن وحده تاخذونها. اول شيء 35 ما ترمون تسوون زوم، بس ترمون تسوون فوكس وان فوكس، يعني عشان ناخذ صوره المشهد والشخص والباك جراوند. ف 1.4 تعطيك عمق في الصوره اللي تاخذها بهالعدسه. فالعدسه مثاليه حق الصور، وهي زينه حق الفيديوهات بس احسن حق الصور. الحين خلصنا من سوني، خلينا نسير حق كانون. اوكي، الحين بكلمكم عن عدسات الكانون 5D مارك 4. طبعا اليو اس ار عندها شيء غير في العدسه، بتكلم فيها بعدين، بس الحين خلينا عن 5D مارك 4. ف تاخذون عدسات على حسب الصور اللي تبونها. لو تبون وحده على الشخص بعيد تاخذون عدسه كبيره، لو تبون يعني عشان تبين صورة كاملة تاخذون عدسة وايد يعني فيها عمق. فأول عدسة بقولكم إياها هي 70 للـ200. هاي العدسة زينة في يعني لو كانوا عندكم شخص بعيد، هالعدسة وايد زينة. لما يكون شخص بعيد تبون تسووا له زوم وتاخذون صورة وايد مثالية، بس طبعا لازم يكون عندكم ترايبود زين، لأن لو سويتوا زوم طول يعني كامل بيكون وايد مهتز، فلازم تاخذون ترايبود وايد زين. بنتكلم عن ترايبودات بعدين. فهالعدسة الأولى اللي أبغى أقول لكم إياها. العدسة الثانية هي الوايد أنجل واللي هي 16 إلى 35. فهاي أنا ما أقول لكم الكيت لينز اللي هي الوحدة تحصلونها ويا الكاميرا، اشتروا وحدة ثانية يمكن من سامسونج ولا من كانون بعد. فهاي تاخذون اللي فيها عمق، يعني تاخذون اللي فيها في مو بوايد بعيد، وتاخذون اللي قريب وتاخذون الصوره كامله من قدامكم، عشان تجي هالعدسه وايد زينه يوم الناس يتكلمون ويا بعض. ها
أنا أتزود دينا حق هالسيناريو وهالمشهد ف 16 إلى 35. الحين بتكلم ياكم عن عدسات الـ EOSR واللي هي الميرورلس من كانون. فهاي عندها مب إي لنز حق الكانون، RF لنز. الـ RF لنز مال كانون هي من الميرورلس مال كانون. فهاي العدسات وايد وايد زينة. لو خذتوا أدابتر ترومون تحطون الإي لنز مال كانون 5D مارك 4 وغير، بس المشهد والكواليتي بيكون شوية أقل. فخلنا على الـ RF لنز. أول وحدة أقولكم إياها واللي هي أحسن وحدة في الـ RF لنز اللي هي 28 إلى 70 2.8. هالعدسة تعطيكم أول شيء عمق، أوكي؟ ثاني شيء تعطيكم زوم إلى 70 واللي هو وايد زين بالنسبة لنا، يعطيكم وايد بلور وما يعطيكم واضح الباك جراوند عشان يكون أكثر سينتماتيك. هالعدسة وايد زينة لي والفريق اللي بيشتغلوا وياي في الفيلم السينمائي. العدسة الثانية اللي بقولكم إياها من الـ RF هي اسمها الـ 35mm 1.4. قلت هالعدسة في سوني بس بعيدة هني، لأن هني في الـ RF لينز بتكون وايد حلوة. فهاي زينة وايد حق الصور وحتى زينة حق الفيديو، يعني لو تبون عمق فالفيديو والمشهد اللي تبونه. وأنا وايد أحب هالعدسة وإن شاء الله بنستعملها في الفيلم السينمائي مالنا. هي وايد زينة في الصور، لازم كانت في السوني بس هني أحسن وأوضح هني في الـ RF والكانون لينز. فخلصنا من العدسات، الحين خلنا نسير حق الترايبودات اللي نستعملها حق الكاميرا والعدسة. اوكي، الحين عن موضوع الترايبودات. الترايبودات يحتاجونها عشان تثبتون الكاميرا والعدسة عشان تاخذون الفيديو والمشهد المثالي. في وايد ترايبودات تاخذونها، فوحدة من اللي أنا أحبهم اللي هي المانفروتو. المانفروتو أول شيء مو بلازم تتعبون عشان تحطون الكاميرا، تخزون البيس بليت حق عشان تحطون الكاميرا، لم تتعبون وتحطونها بالسكرو نفس معظم الترايبودات. الترايبودات تاخذونهم، في وايد أنواع من الترايبودات. في ستابلايزرز اللي هم تحركون فيها بالإيد عشان ما تتحرك مو بنفس الإيد، وفي وايد أنواع أكثر. اللي انا افضلها والفريق فريق العنوان اللي نحن نفضلها اسمها الرونن اس. الرونن اس 3 اكسس عشان تاخذون تلفون 360 وما تتحرك، ما ابدا ما تتحرك الا لو انت تحركها، مو بنفس يوم تمسكها بالايد شويه اهتزاز، بس هني تقدر تحركها اي مكان بدون اهتزاز. في وايد انواع، في رونن اس، في رونن اس اس سي، في الكرين 3، الكرين 3 اس، وايد انواع. بس انا والفريق من العنوان نفضل الرون اس والكرين الويبل كرين 3 اس. اوكي، الحين تكلمنا عن ستابلايزرز والترايبودات، خلينا الحين نتكلم عن سلايدر. السلايدر يكون بهالشكل وتحركون الكاميرا من هني الى هني. هاي وايد زينه لو تبون مثلا فيديو حق الاكل او فيديو انكم مشهد تحرك شوية، فتحركونها عشان يكون المشاهد يستمتع أكثر في الفيلم اللي انتوا بتسوونه. أوكي، فالإضاءة تعطيكم الجمال في الصورة وتعطيكم وين المشاهد لازم يشوف. لو اللايت أكثر في مكان المشاهد يركز على هذاك المكان، لأنه يكون مشهد والشخص يكون عليه لايت عشان يكون أجمل. ولو كان مو بوايد في إضاءة فما بيكون في جمال، والمشاهد بيكون ما يروم يشوف شو المهم في الصورة. واحدة من اللايتات اللي وايد زينة في موضوع الإضاءات اسمها ديدو لايت. الديدو لايت تروم تعطيها فلاتر ووايد ألوان، وهي تكون على شكل دويرة، تكون وايد زينة حق الشخص وحتى حق المشهد كامل. في وايد أنواع من اللايتات، يكون في LED، يكون في السبورت، يكون في وايد أشياء. لازم تعرفون البوزيشن اللي تحطون فيه الإضاءة. لو حطيتوه مثلا فوقكم ما المشاهد ما يروم يشوف عيونكم، لأن بتكون ما يكون فيه إضاءة فما ترومون تشوفون العيون.
فأفضل الزاويات اللي تحطونها هي 45 80 وغيرها على حسب أنتوا أي صورة وأي شخص you're looking for وتدورون عليه في الصورة. أوكي، حين تكلمنا عن الإضاءة والكاميرا والعدسة والترايبودات، فخلنا نتكلم عن المايكات والميكروفون. فهذا مثل ما وايد ناس يقولون نص المشهد يكون الصوت، صوت وايد مهم لأنه نص المشهد، فلان لازم عندكم صوت مثالي. فوحدة من أفضل البراندات وأفضل النوعيات مال المايكات هي سينهايزر. سينهايزر عندهم مايكات وايد من كل الأنواع، عندهم أفضل مايكاتهم اللي تكون نفس هذا الليبل والليفلير مايك، ففي وايد أنواع بس نحن نفضل سينهايزر. في مثلا في رود حق المايكات اللي تكون قدامكم حق مثلا البودكاست ولا شيء، في وايد نوعيات. نحن خلنا على المايكات اللي هني، فنحن مثل ما تعرفون نحن الحين في محل بيع، فعشان جي نحن حاطين فلتر على الميكروفون عشان ما تسمعون، عشان تركزون وياي وفي المشهد. فنحن ماخذين مايكات سينهايزر لانهم يعطونك افضل الصوت وافضل يعطونك افضل الصوت في المشهد اللي انتم تبون تسوونه، بس هذا يعطيك الصوت مال الشخص اللي لابسه. لو حطيتوه فوق ما بينسمع عدل، رنجي تحطونه عند الشخص اللي تبونه. لو تبون ينسمع وايد، تبون وايد ناس يسمعونه، فخذوا لكم شوتجن مايكروفون. الشوتجن يكون فوق الكاميرا، يكون هو وايد زين حق الفلوجينج، ويوم تمسك المايك تي الكاميرا تي يكون في فوق شوتجن مايكروفون. فعشان تي هذا عشان تاخذون صوت الجميع في الغرفه او الجميع في المكان المحدد اللي انتم فيه. اوكي، فالحين باخذ جوله في المكان هذا فيوتشر ارت، فراويك المعدات اللي عندهم. إن شاء الله تستفيدون من هالحلقة، وخلنا نصير حق الجولة. مثل ما تعرفون هالترابل يمكننا نتكلم عنه في الانترفيو. فحين تعرفنا على المعدات وخذينا جولة في المكان، فأحب أشكر شكر خاص لفيوتشر آرت على استضافتنا لهذا اليوم، وأحب أشكر أيضا مديرها السيد فؤاد الربيعي على استضافتنا لهذا اليوم. نلقاكم مرة ثانية حلقات الجاية. كان معكم محمد قيس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.